السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حلقه جديده من قناه بلينتس اند ريل توك. بحب اشكر كل الناس اللي عملت لي كومنت ايجابي زي الكومنتات دي كده، وبشكر كل الناس اللي متابعه معايا اونلاين بدون اي مقابل مادي، حبا للشيء فقط لا غير. بشكرهم كتير جدا، وشكر خاص لحازم حبيبي اللي معايا في الشغل. بيكربونات الصوديوم من المواد المفيده جدا للنباتات. خلينا متفقين ان التراب اللي بيتكون على اوراق النباتات او الشجر بيمنع تنفسها، فبالتالي بيقلل من جمالها وبيقلل من نموها. هنجيب معلقتين من بيكربونات الصوديوم. مجرد العلم بالشيء اللي ظهر قدامنا ده، دي يعني دي يوريا، بس انا قلت اما اجيبها للفيديو نعتبر ان دي بيكربونات الصوديوم. سوري لاني مشغول جدا، سامحوني جدا. هنجيبه ونجيب معلقتين ممسوحين من بيكربونات الصوديوم، ونحطها في الميه تمام الذوبان. نجيب معلقتين ممسوحين من بتاعت الشاي على لتر ميه ونقلبها في تمام الذوبان، وبعدين نيجي على الورق بتاعنا بالشكل ده ونجيب قطعه قطن او قماشه قطنيه، ويفضل يكون قطن من الصيدليه، ونمسح. هنحط ايدينا تحت ورقه وبالايد الثانيه نمسح بالايه، بالقطعه بتاعه القطن. نمسح على الورق ده، الورق الكبير، بنمسح عليه بالظبط مرتين في الشهر، ما يزيدوش عن كده، او مره كل شهر. بقيه الشهر يبقى رش الميه، يبقى المغرب. انما بالنسبه للورق الصغير اللي زي ده بنجيب بخاخه افضل وتتغسل مره واحده في الشهر وقت الحاجه، لما يكون ورق الصغير ده محتاج نرشه بالظبط ونسيبه، ده مره في الشهر. رقم 2، تحسين خواص التربه وتحفيز النبات على النمو. انت لما يكون عندك بذور مزروعه وحابب انك تحفز النبات، طيب دلوقتي انت عايز تحافظ على البذره، فاحنا هنجيب معلقتين ممسوحين من بتاعه الشاي برضك، بس المره دي على نص لتر ميه، وتسقي بيها حواف القصيص بتاعك. والعمليه دي نكررها بالظبط بعد اسبوعين فقط، بعد اسبوعين نكررها كمان مره وخلاص. زي ما انتوا شايفين كده هنحط فيها حواف القصيص او حواف الكيس لو تقدر، ولو بسرنجة يكون افضل، ربع فنجان فقط. انما القصيص الكبير اللي زي ده العملية بتاعته كل 3 شهور فقط، لان تأثير المادة دي قلوي يعني شديد جدا على جذور النباتات، والجذور اللي بيمتص يؤثر على الساق، لكي تكون التربة مروية قبلها بيوم، ونحط كاس كامل بالشكل ده. رقم 3، مكافحة الديدان الحشرية على النبات. محلول البيكربونات بيعمل على قتل يرقات بيض الحشرات زي الذبابة البيضة ومن الدقيقي وبعض الحشرات الضارة. ممكن تستعمل المبيد اللي هيظهر لك في السجست فوق. لما تكون عاوز تكافح الديدان الحشرية على نباتك وتقتل يرقات بيض الحشرات، هتجيب معلقتين من بتوع الشاي برضو بين بيكربونات الصوديوم صغيرين ممسوحين برضو تمام، ومعلقه كبيره من ايه، من زيت الخردل، يعني معلقتين من دول زي ما انتم شايفين كده، ومعلقتين كبار من زيت الخردل، او 3 معالق او 4 معالق من الصغيرين من زيت الخردل على معلقتين من البيكربونات الصوديوم، ونقلبهم كويس جدا، ويترش بالبخاخه بعد غروب الشمس مره كل اسبوع لمده شهر. يعني هيبقى رش في الشهر 4 مرات، مره كل اسبوع من المحلول ده. لنفترض انك خربت الدنيا بالبيكربونات وعاوز تصلح التربه بتاعتك، هتخربش التربه بتاعتك وهي عطشانه بنسبه 50% وتخلطها بسماد عضوي. زي ما انتوا شايفين كده انا في ايديا سماد عضوي، وتكون التربه اصلا نخربشها وتكون مرويه بنسبه 50%، يعني تكون مثلا لو عندك الشمس شديده قوي هتعمل العمليه دي الساعه 9 الصبح او الساعه 10، هتكون الميه فيها مش كتير. ونجيب سماد عضوي زي اللي هيبقى في ايديا ده حالا، اسمه سبله او من بواقي المواشي، سوري يعني على المنظر ده، بس ده انا بغسل ايديا بعدها تمام. وبنحط ده وبنقلبه في التربه بشكل كويس تمام، سماد عضوي يخفف من الايه، من الماده القلويه، وبيزيد من الحموضه. الحموضه دي اللي بتعالج الجذور بعد ما اتاثرت بالماده القلويه اللي عملتها الماده دي، لان السماد العضوي يعمل على معادله تاثير الماده القلويه وبيزيد من حموضه التربه اللي هي هتصلحها. طبعا بالنسبه للناس اللي في البيوت وخايفين على صحتهم من المبيدات اللي بتبقى على الخضار والفاكهه، بتجيب الخضار بتاعك والفاكهه بتاعتك وتحطها في لتر ميه مدوب فيها معلقه بيكربونات الصوديوم، وتسيبها في المنقوع ده كده 5 دقائق. المخلوط ده بيكسر روابط المبيدات اللي بتاثر على اسرتك، تأثر على أسرتك وتحميك من بواقي المبيدات. رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، ما تنسوش اشتراك القناة ولايك للفيديو، واي استفسار ممكن تسيبهولنا في الكومنتات تحت في اليوتيوب، او الصفحة بتاعتي اللي انا بتابع بيها اونلاين مع الناس هتلاقيها تحت في الديسكريبشن، اعملين عليها فولو.
الانستجرام موجود تحت، ممكن تعمل عليه فولو لو حبيت. الصفحه البرايفت بتاعتي موجوده تحت في الديسكربشن، الجروب بتاعنا موجود تحت في الديسكربشن، والمصادر موجوده تحت في الديسكربشن. السلام عليكم.